هاد اللقب هضرنا شويه على اللقب الحق سميث. اولا كنشكر جميع العمله ديال البرنوسي اللي يعني العامل ديالها عامل صاحب جلالة الملك محمد السادس نينصرو سي نبيل خروبي اللي مشكور من هذا المنبر على هذا التكريم هذا وهذا الحفل هذا. اما بالنسبه لبطوله العالم الحمد لله يعني ملي وصلت الفينال كاول مراه مغربيه وعربيه وافريقيه كدير هذا الانجاز هذا يعني فخر لي وفخر لجميع المراه المغربيه بصفه عامه وكنهدي لجميع الشعب المغربي وصاحب جلاله الملك محمد السادس. اش كنتي دايره في بالك توصلي للنهايه؟ صراحه الطموح ديالي كبير والشغف ديالي انا شغوفه باش انني نكون نهز الدرابو ديال البلاد في المحافل الدوليه وهذا شرف ليا باش انني نهز الدرابو ديال البلاد. ماشي سهل وانما بالقتاليه والروح الوطني ديال خديجه المرضي وبالدعم ديال الجمهور المغربي والطاقم ديال الملاكمه الحمد لله خدمنا اونصومبل باش انا نوصلوا لهاد النتيجه وهما مشكورين من هاد المنبر. يعني غتكون عندك استعداد باش تشاركي في الاولمبيات المقبل؟ نعم بالنسبه للالعاب الاولمبيه اللي غتكون في باريس ان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالي وكما بدينا باول بطوله العالم اللي درت فيها برونزيه ودابا بطوله العالم التاليه ديالي درت فيها فضيه ان شاء الله علاش لا ما نديروش الميداي دوغ في الالعاب الاولمبيه.